البنك الأهلي المصري أطلق منتج جديد باسم الحساب الجاري فايدة بلس، بفايدة يومية للأفراد والشركات كأول منتج من هذا النوع بمرتبط بمؤشر كونيا المستحدث من البنك المركزي. النهاردة هعرفكم مميزاته وشروطه، تابعونا. البنك أصدر المنتج ده بهدف توفير مزيد من الخدمات والسهولة في المعاملات البنكية والوصول لكافة الشرائح، خاصة من الحرفيين وأصحاب المهن الحرة، لتشجيعهم على دخول في المنظمة المصرفية تحقيقا للشمول المالي، وكمان متابعة حركات الحساب عن طريق الإنترنت البنكي والحصول على دفتر الشيكات، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب. حساب فايدة بلس يمكن العملاء من استخدام السيولة النقدية المتوفرة في حساباتهم حتى على المدى القصير من خلال احتساب فايدة على السيولة بشكل يومي، وهو ما يعني استثمار السيولة النقدية بأعلى قدر ممكن. دلوقتي هعرفكم تفاصيل فتح حساب جاري الجديد تحت اسم فايدة بلس في البنك الأهلي. أول حاجة، الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه والحد الأدنى لاحتساب الفايدة 250 ألف جنيه. أما عن العائد فهو شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي. نيجي بقى لمصاريف فتح الحساب بالجنيه المصري. أول حاجة، مصاريف إدارية 50 جنيه للأفراد و75 للشركات، ومصاريف كشف حساب كل 3 شهور 60 جنيه. وبالنسبة لو انخفض الرصيد عن الحد الأدنى بتدفع غرامة 50 جنيه. تاني حاجة، تفاصيل حساب الفايدة على الحساب المرتبط بمؤشر كونيا. هو مؤشر لمتوسط سعر العائد لليلة واحدة من التعاملات بين البنوك، وكونيا متاحة على موقع البنك المركزي بفايدة تحتسب يوميا وترتفع على حسب اختيار العميل، شهري أو كل 3 شهور أو نصف سنوي أو سنوي. وبكده تكون خلصت فقرتنا، ونشوفكم في فقرة جديدة إن شاء الله.